أنا الدكتور عاطف هيكل، استشاري العلاج الطبيعي والعلاج بالوخز بالإبر الصينية، ممثل جامعة جوانزو الصينية في مصر والشرق الأوسط. جامعة جوانزو أكبر جامعات الصين لتعليم الطب الصيني التقليدي وما يعرف باسم TCM. الطب الصيني يسمى الطب الكلي أي الهولوستيك ميديسين، يتعامل مع الإنسان كمادة وروح وطاقة. أما الطب الغربي يتعامل مع الإنسان كمادة فقط، لذلك معدلات الشفاء في الطب الصيني أعلى بكثير جدا من معدلاتها في الطب الغربي. أيضا الطب الصيني يتعامل مع أسباب الأمراض، يتعامل مع أسباب الأمراض وليس الأعراض فقط، لذا يضع حلول مناسبة جدا وسريعة لمشاكل صحية كثيرة. وأنا بتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة ومع جامعة جوانزو الصينية لتعليم وتدريب الأطباء المصريين والعرب على مبادئ وأسس وتطبيقات الطب الصيني ودوره في علاج الأمراض وخاصة المزمنة، علشان نأهل الأطباء إن هم يدرسوا الماجستير والدكتوراه في الجامعات الصينية. وأيضا المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بيقدم دورات تدريبية في اللغة الصينية، وأنا أهيب بالمصريين تعلم هذه اللغة، لغة أكبر اقتصاد في العالم. تجربة الصين تجربة رائدة وعظيمة مهمة، ويجب علينا التعلم من هذه التجربة. هم عرفوا إزاي يشتغلوا وعرفوا إزاي ينتجوا، يلا نبقى منتجين. عندي رسالة للمريض ورسالة للطبيب. رسالتي للمريض تعرف على الطب الصيني وهتلاقي فيه حلول كتيرة قوي لمشاكل صحية انت ما تتخيلش ان هو ممكن يعالجها، ورسالتي للطبيب تعلم طريقة ثانية للعلاج علشان يكون عندك اكتر من فكرة للعلاج. والطب الصيني حقيقي ومؤثر قوي جدا في تحقيق الصحة، بشرط معرفة هذا الطب بأبعاده الكلية وليست دراسة القشور البسيطة. يجب أن نتعرف على هذا العلم بجد المرة دي، لأن اللي تعامل مع الطب الصيني قبل كده اكتفى بمعلومة بسيطة جدا، وهي أن العلاج بالإبر الصينية بيتعامل في التخسيس فقط. لا، الطب الصيني ممكن يعالج جميع الأمراض لأنه بيعالج أسباب الأمراض وليس الأعراض. نرحب بكم بمشاركتنا في دورات تدريبية في الطب الصيني، الحرف اليدوية أو الموسيقى الصينية وإلى آخره. فدايما مركز ثقافي صيني مفتوح الأبواب أمامكم، ونرحب بكم بزيارتنا.